نشرت الجمارك السعودية فيديو وثائقي قصير تحت عنوان رحلة حاوية، يستعرض كيفية التعامل مع الحاويات التي تأتي إلى الموانئ السعودية في جميع أنحاء العالم. وأوضحت أن 62% من البضائع التي تدخل المملكة تأتي عن طريق البحر عبر سفن معدة خصيصا لهذا الغرض، يصل حجم الواحدة منها إلى 4 أضعاف ملعب كرة القدم، وتحمل أكثر من 20,000 حاوية ما بين عادية ومبردة. ينضم إلينا هاتفيا فيصل المغلوث، مدير التواصل الرقمي والإنتاج بالجمارك. أهلا بك سيد فيصل معنا. بداية، ما هي كواليس هذا الفيلم؟ ما هي الفكرة؟ كيف جاءت وأين بدأت؟ حياك الله أستاذ حسن. طبعا في البداية أنا سعيد جدا أني أتواجد على قناة الوطن، قناة الأخبارية. عودة لسؤالك أستاذ حسن فيما يخص جزئية فيلم كواليس، طبعا لا يخفى عليك استراتيجية الجمارك قائمة على 3 عناصر أساسية، اللي هي تحقيق الإيرادات وإنفاذ الأمن وتيسير التجارة. الحاصل طال عمرك أنه إحنا نحرص من خلال هذا النوع من المنتجات أنه نستعرض مبادرات الجمارك في هذا الجانب. فحصل أنه يعني جت فكرة كواليس، بحيث أنه نستعرض الجوانب الخفية على المتلقي أو المواطن السعودي بشكل عام، وكذلك المقيم، في أنه كيف الجمارك تقوم بأدوار جدا عظيمة وخفية. فحصل أنه حرصنا من خلال هذا الفيلم أنه نستعرض الجانب البسيط بلغة نوعا ما شوية مفهومة، بتصوير لا يخلو من الاحترافية والإبداع. طبعا أول حلقة طرحناها قبل تقريبا 7 شهور، والحمد لله حظت على يعني تفاعل جدا كبير. لو جينا على مستوى مثلا اليوتيوب تقريبا تجاوزت المشاهدات 2 مليون. نعم. وكذلك حصل أنه كان في تفاعل جدا إيجابي من قبل كل المتابعين على المنصات الرقمية الأخرى. طيب، هذه الحلقة الثانية يعني من السلسلة، ما الجديد التي تقدمه الجمارك في هذا الفيلم، والرسائل كذلك التي تود الجمارك إيصالها للناس؟ طبعا قد يتساءل البعض أنه مثلا لو جينا على مستوى البيت، المواد الاستهلاكية سواء كان لحوم، أيضا حلويات، مركبات، هذه الأشياء يمكن نوعا ما يعني نتساءل أنه كيف وصلت للسعودية، كيف وصلت لأراضينا. فمن خلال مثل هالنوع من البرامج، وهذا اللي حرصنا أنه نركز عليه في الحلقة الثانية في رحلة حاوية، كيف وصلت الحاوية إلى السعودية، وكيف أنه مرت بكافة الإجراءات، وبحيث أنه نحرص أنه تتقاطع مع الاستراتيجية اللي إحنا أساساً نعمل بناء عليها. شكراً. أشكرك جزيلاً. نعم. وأعتذر منك لضيق الوقت. كنت معنا مدير التواصل الرقمي والإنتاج بالجمارك فيصل المغلوث.